تحكي نعرفنا النظام الهضمي انه هو شنو التعريف مالته، هي عملية تحويل الطعام الى مواد كيميائية. ليش؟ حتى انه الجسم يقدر يمتص هاي المواد بسهولة للدم. That can be absorbed يمتص الى الدم and utilized by the body tissue، حتى يقدر يمتصها الجسم الدم وتستخدم بأنسجة الجسم، يعني انه تؤدي فعاليتها وفائدتها ووظيفتها. زين، يتألف النظام الهضمي من شنو؟ من قناة الهضمية. هسه نجي نعرف الدايجشن اللي هي عملية الهضم. شنو هي هاي العملية؟ هي عملية معقدة لتحويل الطعام الى مغذيات نيوترنت، وش ذا بودي يوز اللي حتى يقدر الجسم يستخدمها. هاي النيوترنت شنو؟ احنا ليش ناكل؟ حتى شنو؟ حتى نستخدم ها الجسم هذا الفود اللي ناكله كطاقة growth cell repair، يعني طاقة نمو إصلاح للخلايا إلى آخره. The digestion process also involves creating، بالإضافة إلى إنه هاي عملية الهضم أيضا راح تتضمن إنه بعد هاي العملية ما تخلص إنه تتضمن إنه بعض المخلفات التي يجب إزالتها. هاي بالنسبة لتعريف عملية الهضم. هسا الdigestive tract، القناة الهضمية أو اسمها gastrointestinal tract. شنو هي القناة الهضمية اللي هي موجودة بالإنسان؟ هي long twisting tube، انبوبة طويلة ملتوية تبدأ من الفم وتنتهي بالانيوس المخرج. it's made up، تتكون من شنو؟ serious، سلسلة من العضلات. هاي العضلات شو تسوي؟ شنو فائدتها؟ coordinate the movement of the food، راح تحرك لنا الطعام بالقناة الهضمية. and other cells اللي هاي الخلايا شنو راح تنتج لنا؟ راح تنتج لنا انزيمات وهرمونات تساعد على تكسير هذا الطعام. اكيد هذا الطعام ما راح يبقى هو بنفس شكله من ناكله، لابد انه يتحلل ويتكسر حتى يكون الى جزيئات اصغر. فشنو اللي راح يخلي هذا الشيء؟ الانزيمات والهرمونات اللي تفرزها الخلايا. زين، along the way are other accessory organs that are needed. هاي شنو معناته الكلام؟ معناته انه بالاضافة الى الجهاز الهضمي والاعضاء مالته، اكو بعض الاعضاء اللي تؤدي وظيفات هضمية بس هي ما تعتبر ضمن الجهاز الهضمي، مثل gallbladder، liver والبنكرياس، الصفراء والكبد والبنكرياس. اما الاعضاء الاساسيه اللي تتضمن بعمليه الهضم هي شنو؟ الماوث اللي هو الفم، الاسوفاغوس واللي هو المريء، الاستومتش المعده، سمول انتستين الامعاء الدقيقه، اللارج انتستين اللي هي الامعاء الغليظه، والريكتم المستقيم، والانس المخرج. هسه اذا نريد نجي ناخذ الاستومتش واللي هي هذه، اول شيء اذا نريد نجي نعرفها شنو راح نقول؟ راح نقول هو عضو يشبه الكيس، يحتوي على عضلات قوية، يعني الجدار مالته بعضلات قوية. هو مو فقط انه احنا هنا holding the food، مو فقط هنا راح نحمل الطعام، لا، راح يخبط الطعام ميكس، يخبط سوية and grinder of the food، ويطحن. زين، هنا هذا الشيء مهم. الاستومتش راح تفرز، احنا نعرف انه المعدة بيها حامض، تفرز حامض على الطعام قوي، هو الهيدروكلوريك اسيد. هذا الحامض هو الهيدروكلوريك اسيد وباورفول انزيمز ايضا، والانزيم القوي ايضا اللي هو البيبسين، واللي راح يتمم عملية تكسير الطعام وتحويله الى يا اما يكون سائل يا اما يكون بشكل معجون. لانه الطعام اذا كان مو ليكويفيبل، غير مسيل، يعني مو لين، مو سهل، فهذا ايش راح يصير بيه؟ راح يروح للامعاء وبعدين يزال. من شو تتكون المعدة؟ الاثنى عشر، الصائم واللفائفي. السمول انتستين واللي هو شنو؟ النيوترانس ار ابسوربد ثرو ذا وول انتو ذا بلاد ستريم. هنا بالسمول انتستين، بالامعاء الدقيقة، ايش راح يصير؟ بالمعدة تصير عملية الهضم، الدايجشن. بالسمول انتستين شو يصير؟ يصير عملية الابسوربشن، الامتصاص.
هذا الغذاء اللي احنا هضمناه وصار راح يمتص عن طريق يعني شو اسمه الامعاء الدقيقه، وين يمتص الى البلاستريم مجرى الدم. What's left over moves into the large intestine. اما المواد الباقيه وين راح تروح؟ راح تروح للامعاء الغليظه. زين، الامعاء الدقيقه سميت هيش اسمها ليش؟ اولا هي 3.5 سنتيمتر بالقطر مالتها، اما طولها فطويله 5 متر. ليش؟ حتى شنو تسوي هذا الطول مالتها؟ الفائده كتعليل انه provide lot of area for absorption، يعني حتى يكون على طول هاي الامعاء الدقيقه مساحه طويله حتى انه تجهز لنا مساحه طويله للامتصاص، انه يقدر الامعاء تمتص هذا الطعام. most of the chemical digestion، معظم الهضم الكيميائي اللي هو البروتينات والفات والكربوهيدرات is completed in your small intestine. يعني هنا أنا large intestine، the lining of large intestine البطانة مالتها راح تمتص الماء والمينرال salts والفيتامينز الموجودة بالطعام. بعدها بعد ما امتصتهم هذولا بقى عندنا undigested fiber الالياف اللي هي غير مهضومة. ايش راح يصير بيها؟ راح ميكس تخلط مع المخاط والبكتيريا حتى شو تسوي؟ break down، تكسر هاي الالياف. وشنو تهيئ؟ تهيئ الصل اللي موجودة بيه يعني الخلايا الموجودة بيه الامعاء الغليظة، الجدار مالتها يكون اكثر صحي، تهيئة ترطبة تكون فائدة للجدار. أنا salivary digestion شنو معناته؟ معناته تحويل الستارش into sugar، تحويل النشا إلى sugar. إذا أجيب لكم هاي العبارة وأقول لكم discuss هاي العبارة، يعني ناقش هاي العبارة، شرح تكتبوا لي. السالفا اللي هو اللعاب يحتوي على انزيمات، هاي الانزيمات تساعد بالدايجست الهضم النشا الموجود بالطعام. زين، شنو الانزيم اللي راح يسوي هذا الشيء؟ الاميليز. هذا الانزيم راح يجي يكسر لنا بريك داون الستارش النشا، اللي هو شنو عباره عن شنو؟ عباره النشا عباره عن كربوهيدرات معقده، راح يكسر لنا اياها الى الوحدات الاساسيه مالتها واللي هو الشجر، حتى شنو؟ حتى الجسم يقدر يمتص بشكل اسهل. فلازم انه يكسر عن طريق يا انزيم الاميليز، يكسر الى شجر حتى الجسم يقدر انه يمتصه بسهوله. جلوكوز بوليمير كليفيج انزيم، يعني انزيم يشطر بوليمير الجلوكوز. الجلوكوز واللي هو نقصد به الشجر السكر، اذا وحده هيك مرتبطه بصف الثانيه 3-4 وحده وهي الثانيه، هذول راح يكونون بوليمير. فهذا البوليمير شنو هذا اللي راح يجي يسوي لك كليفيج، يشطره حتى يخليه الى وحدات، يخلي الجلوكوزايات وحدهم، كل جلوكوزه وحدها، هسه هما مرتبطات بشكل بوليمير. شنو هذا اللي راح يشطر الارتباط بينهم؟ هو هذا الانزام. بروديوس وصل شنو قلنا؟ السالفري جلانس. السالفري جلانس اللي راح تفرز السالفة اللعاب، والسالفري اميليز. الاميليز هو هذا digest الستارش، هاي مرة ثانية عايدها into smaller molecule، راح يهضم لنا النشا into smaller molecule إلى جزيئات أصغر حجم واللي هي الجلوكوز الشجر. ultimately yielding maltose، راح ينتج لنا أول شيء مالتوز، بعدين المالتوز هماتينا راح cleavage، راح هماتينا ينشطر إلى شنو؟ إلى جزيئتين من الجلوكوز بواسطة المالتيز. mixing of saliva، أول شيء moistened the inside for of the mouth، راح ترطب لنا الداخل مالة الفم. اثنين it help to control the body water balance، يعني تساعد لنا على السيطرة على توازن المائي للجسم. شلون؟ إذا الجسم يفتقد للماء، أنتوا هسه مثلا عطشانين وما شربين ماء لفترة طويلة، السالفري جلاند الغدد اللعابية الموجودة بالفم راح تصير جافة، فراح تترك الفم جاف، فالفم راح يصير جاف،
من الفم يصير جاف، هذا راح يصير sensation، إعازات أو تحسس لهذا الجفاف للعطش، فيعطي إشعار للجسم إنه هو لازم يشرب مي. reduces the infection by removing the food، هنا أنا راح يخلي يزيل لنا من الإصابات إنه إزالة الفود ديبرس، بقايا الطعام، الديد سيل، خلايا الميتة، البكتيريا والوايت بلاست سيل. It contains a small amount of the digestive enzyme amylase، هذا اللعاب اللي احنا استقلناه قبل شوية انه يحتوي على الاميليز حتى يسوي بريك داون للكربوهيدرات، ايضا تعتبر نقطة من الوظائف. الجاستريك دايجيشن، الهضم اللي يصير بالمعدة، is initiated digestion especially protein and convert the gastric content to a semi-solid mass called chymose، اللي هي وهذا الكيم. شنو معناته؟ هنا يجي ناخذ احنا مثلا شخص اكل فشي مصدر للبروتين مثل بيض او اي شيء، راح تجي المكونات اللي هي الجاستريك، راح نعرفها شنو هي، هاي تسوي افرازاتها وتهضم هذا الجزء اللي هو بروتيني، تخليه يصير سيمي ليكويد، شبه سائل. هذا شنو اسمه سيمي ليكويد ماس؟ اسمها كيموس، الكايم. This preparing it for further digestion، هذا الشيء راح يحضر لنا اياه لل further digestion بال small intestine. اكو بعض الشغلات اللي انه الامعاء الدقيقه تكمل هضمها لانه ما تكون مهضومه بالشكل الكافي بالمعده. هنا هذا مهم. الجاستريك جوس از ميكستشر، متكون من شنو؟ متكون من الهيدروكلوريك اسيد، قلنا احنا بالمعده شنو موجود؟ هيدروكلوريك اسيد. وهذا الجاستريك دايجشن وين يصير؟ يصير بالمعده. اذا هيدروكلوريك اسيد اند بيبسين اللي قبل شويه قلناهم. كونسيدرينج هايلي اسيدك، عالي الحموضه لانه يحتوي على هيدروكلوريك اسيد. بس احنا شلون الجدار المعده يعني شلون المعده محميه من هاي الحموضه، من هذا العصير الحامضي الموجود بيها؟ الممبران، الغشاء الموجود على السطح of the epithelial cell powering the lumen of the stomach، يغلفنا المعدة، هذا الغشاء اللي موجود على الابيثيليال سيل راح يغلف لنا المعدة. يكون شنو؟ يكون غني بشنو؟ ليبو بروتينز، بروتينات دهنية، هي اللي راح تقاوم الحموضة الموجودة بالمعدة. اسيديتي، الحموضة of the gastric secretion، بالإضافة إلى هذا فائدة الجاستريك secretion هو شنو؟ الحموضة الموجودة بالمعدة. استريلايز ذا ميل، تعقمنا الوجبة. digestion and the absorption and the metabolism of the protein، هاي شنو هنا؟ هنا عندنا الهضم والامتصاص والميتابوليزم للبروتين. اول شيء راح نشوف الهضم. البروتين is very large nutrient made up of smaller substance، من مواد أصغر تسمى أمينو أسيد. يعني الأمينو أسيد، الأحماض الأمينية واحدة بصف الثانية راح تكون لنا بروتين. عندنا 20 حامض أميني اللي هو يكون لنا البروتينات. الجسم يقدر يصنع 9 فقط من هاي 20، 11 الباقية راح يجينا من الدايت، من الغذاء مالتنا. لهذا الغذاء لازم مالتنا يكون بيه بروتين ويكون متكامل، عرفتوا الفكرة؟ حتى انه يزود الجسم بالاشينتيال امينو اسيد. البروتين ار نوت ستورد فور ليتر يوز، ما راح نقدر انه الجسم يخزن الزائد مالت البروتين، لازم انه يهضم ويحول الى جليكوز ترايجليسرايد، must be converted الى جليكوز اور ترايجليسرايد اند يوز تو سبلاي انرجي، حتى يجهز لنا بالطاقه. once the protein source rich the stomach، أول ما يوصل للمعدة the stomach releases gastric juice، راح يفرز لنا العصير الجاستريك اللي قبل شوية شرحناه الموجود بالمعدة، اللي قلت لكم يتكون من هيدروكلوريك أسيد ومن البيبسين. بعدين راح تبدأ عملية الكيميكال دايجيشن أوف البروتين. انتبهوا هنا، خل أراويكم على الرسم. إذا أنا أريد أقول لكم أريد الكيميكال دايجيشن أوف البروتين، الهضم الكيميائي للبروتين، فأنتوا شو تقولوا لي؟ الهيدروكلوريك أسيد
والبيبسين اللي هو انزيم، هذول يعتبرون كيميكال دايجشن ميكانيكال. شنو يعني؟ يعني تقلصات العضلات الموجودة بالمعدة اللي يطلقون عليها هذا المصطلح بريستالس، هي ايضا راح تساعد بالهضم. هسه هنا الاسيديتي اوف الاستومج كوز فود بروتين تو دي نيتشر، الحامضية مالة المعدة راح تخلي الطعام دي نيتشر يتشوه او يتغير من شكله. هذا هو شكله unfolding three dimensional structure، هذا الشكل مالته. ايش راح يصير بيه؟ الهيدروكلوريك اسيد الحامض راح يخليه denatured، يكون بهذا الشكل. شوفوا شلون انفتح، تشوه شكله بعد ما كان هيك بشكل 3 dimensional انه مرتبط، فصار هيك unfolded، يعني صار غير مطوي، unfolded وانفتحت الطيات مالته. اذا انا اقول لكم الدينيتشر مالت البروتين وين يصير؟ البروتين دينيتشرد ان ذا ستومج، ذا بيبتايد باوند لينكينج امينو اسيد توجذر ار مور اسيسبل فور الانزيماتيك دايجشن. هنا ايش راح يصير؟ الروابط البيبتيديه اللي تربط الامينو اسيد، احنا مو قلنا امينو اسيد امينو اسيد واحدة بصف الثانيه يكونوا بروتين؟ هاي الامينو اسيد شلون واحدة مرتبطه بالثانيه؟ اكو رابطه بيبتيديه هي اللي تربطهم واحدة باللخة. فهنا أنا بعد ما انه انفتح الخيط، هذا انفتح الخيط او خلينا نعتبره مالت البروتين، بعد ما البروتين صار unfolding، هاي الروابط الموجوده هنا بين الامينو اسيد راح تتكسر. شوفوا هذا كعامل مساعد هو البيبسين، راح يكسر لنا هاي الروابط. شوفوا هاي الفراغات، الروابط البيبتيديه اللي تربط الامينو اسيد وحده بالثانيه، creating shorter polypeptide، سوت لنا بوليبيبتيدات اقصر. البنكرياس بالرغم من انه هو مو من الجهاز الهضمي بس يفرز لنا الانزيمات مالته، تعتبر تساعد على عمليه الهضم. وين يفرزها؟ تروح للسمول انتستين، الامعاء الدقيقه، اسمهم الكيموتربسين والتربسين. التربسين اكتيفيت الاذر بروتين دايجستيف انزيم واللي هو البروتياز، يجون هذول كلهم توجذر يسوون بريك داون للترايبيبتايد والدايبيبتايد اند الانديفيديوال امينو اسيد، راح تكسرهم. وين يكسروهم؟ انسايد ذا سمول انتستين. هذني الترايبيبتايد والدايبيبتايد بعد ما كلهم تكسروا لامينو اسيد مفردات، حامض اميني مفرد، راح يقدر الجسم يمتصهم عن للبلاد ستريم. شوفوا هاي هنا المعدة، هذا البروتين كله احنا هنا chewed and swallowed، يعني مضغنا وبلعنا للمعدة. وراها راح يصير الهيدروكلوريك اسيد، هو راح يسوي له دينيتشر. وراها راح يجي البيبسين، راح يسويها بوليبيبتيدات اقصر، shorter polypeptide. دخلت للسمول انتستين، راح يجينا 2 انزيمات من البنكرياس، انزيمات واحد اسمهم تريبسين واحد اسمهم كيموتريبسين، ويا البروتياز راح يسوون انزيماتيك دايجشن، يكملون عملية الهضم، لان احنا هنا صار عندنا شورتر بوليبيبتيد بعد لازم يتكسر، لازم نوصل الى حامض اميني واحد، فراح تستمر عملية الهضم. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ترايبيبتايد، شوفوا ثلاثة واحدة ملتصقة بالثانية، ودايبيبتايد اثنين وراها. لما اجوا هذول الانزيمات ايش راح يسوون؟ راح يسووهم الى احماض امينية مفردة، احماض امينية مفردة ان انترو سايز. التريبيبتايد والدايبيبتايد ار فارذر بروكن انتو امينو اسيد ويش ار ابسوربد انتو ذا بلاد، راح تتكسر بعد الى حامض اميني مفرد، لازم حامض اميني مفرد حتى يقدر انه يمتصه بواسطة البلاد ستريم. بروتينز ذات ارنت فولي دايجستد ان ذا سمول انتستين، البروتينات اللي ما راح تهضم بشكل كامل بالسمول انتستين ايش راح يصير بيها؟ راح تروح لللارج انتستين حتى انه تروح ويا الفضلات. نيجي نشوف الايض مالت البروتين، شنو الايض؟ شنو اقصد بالايض؟ لما نسمع احنا ميتابوليزم، يعني اكو عمليات بناء واكو عمليات هدم، اكو عمليات كاتابوليزم وانابوليزم. البروتين ميتابوليزم
is the chemical cycle الدورة الكيميائية of breaking down البروتين أو حيجي يعني معناته شنو عملية تكسير البروتينات إلى أحماض أمينية هذا كاتابوليزم من هنا أخذ في الجزء الكبير إنه سويه إلى أصغر يعني كاتابوليزم هدم بعدين نأخذ هاي using the component نستخدم هاي المكونات اللي انهدمت عندنا ذني الأمينو أسيد حتى نبني a new molecule نبني جزيئات جديدة هاي شي يسموها anabolism عملية هدم وبناء الأيض هي عملية هدم وبناء there is a continuous need for the protein to make احنا دائما نحتاج البروتين حتى شنو ليش احنا دائما نحتاج بروتين ولازم الغذاء مالتنا ما يخلى من البروتين حتى يكون الجسم هرمونات انزيمات وأجسام مضادة and to produce new tissue أنسجة جديدة اللي هي الجروث repair الدامجال تيشو إصلاح الأنسجة التالفة حتى نحافظ عليها maintenance about 75% من الهيومن بودي تيشو is made of protein liver أنه هو الكبد اللي إحنا قلنا شنو قلنا إلى فد يفيد بعملية الهضم زين An organ with many function, liver have two main responsibilities in the process of digestion. عنده اثنين من الشغلات المهمة اللي يسويها بعملية الهضم. شنو؟ أول شيء to make and secrete bile اللي هي الصفراء and to process and to purify the blood. ولحتى ينقي الدم containing newly absorbed nutrient لما احنا يجي الدم قلنا هاي المغذيات تحولت الى تراكيب اصغر وامتصها الدم فمنو يسوي لها purify هذا الدم اللي بيه هاي المغذيات هو الليفر الصفراء has two main purpose زين احنا هسه هذا الكبد صنع الصفراء زين احنا شو نسوي بالصفراء اثنين هدف او وظيفة اكو للصفراء Our sheet to help absorb the fat ساعد بامتصاص الدهون and to carry the waste from the liver that cannot go through the kidney